السلام عليكم بنات كديري، لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اش اخباركم؟ يا كلشي لاباس؟ فيديو جديد ونهار جديد وقنيدرات جداد واتمنه زوينه وكلشي كلشي كلشي زوين في هذا الفيديو. فرحانه بزاف البنات. المهم صراحه كنت شحال هذه وانا باغا نصور لكم هذا الفيديو، ولكن خصكم كتفطر، كتشدني الطياره، كتشدني الدوخه. ولكن اليوم جيب لكم قنيدرات وداك الشيء خفيف وزوين ديال العيد ان شاء الله وديال رمضان. تستقبلي به حتى ضياف وداك الشيء زوين ونمتي ولوزاز. نبداو باول بياسه. المهم اللي عجبتو شي حاجه صيفط ليا غير سكرين واتساب، غادي نخلي لكم اسمينه كلشي البنات، غير كونوا هانيين صيفطوا ليا في الواتساب اللي غنخلي لكم هنا. او مرحبا. بالنسبه لي زوين في هاد القنيدرات وهاد الكسيوات وهاد العبايات اللي غادي نخلي لكم في هاد لا فيديو هادي، هو انها تقريبا طاي ستوندار، جايه من اخويا، جايه هماويه، جايه داكشي زازلوز. نبداو باول وحده. هذا البنات اللي كيقولوا ليه التوب ديال العنبره، داير بحال ديك الصباغه اللي كانت كنديرو هكا في الصالونات ديال العنبره كما كنقولوا. شوفوا كيفاش داير، جاي غزال. هذا هو اللي خرج هذا العام البنات، والجديد هو الهديبات رجعت بهم عاوتاني. شوفوا ليا كي داير. شوفوا الزاز يا اختي، شوف كله جايب الهدوب، كله 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 كله. وطبعا الطول راه كيبقى اختياري، يعني على حسب الطول ديال كل وحده. هانتوما غير باش يبان لكم لي ديتاي، كتجي بحال هكا. شوفوا شوفوا التوب كي داير، كتجي بحال هكا وهكا. هانتوما النخوه تلبسها الضعيفة الغليظة أي وحدة. هانتم وعندي في جوج دلوينات هاد الموديل، كاين في جوج ديال الألوان ولكن فنة. الموديل الثاني البنات هو هذا، نفس الموديل غير اللي مختلف. هذا جاي بحال باج في الذهبي، يا سلام كيحمق. وكاين موديلات وحدين اخرين غزالين مختلفين على هذا. هذا حاولت نصور لكم هكا مباشره مور هذاك اللي فيه الماغون والنوار، غير باش يبان لكم الموديل كثر، لان في الالوان مفتوحين كيبان كثر. ها انتم شفتوا، نحاول نبط الكاميرا. ها انتم كيجي كيحمق. هانتوما شوفوا لي ديتاي والتوب، يا سلام ما نقولكمش عليه. بدا ترجعت لكم بالقنيدرات اللي كنا درنا لكم في البداية ديال العام وكانوا عجبوكم بزاف، وللاسف ما قدرناش انا طبعا ارضاء الناس جميعا غايه لا تدرك. المهم راهم رجعوا والثمن جد 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 مناسب، 280 درهم. حاجه واحده اخرى بالنسبه للبليغات اللي سولتوني عليهم بزاف بزاف، هاد البليغات راه كيحمقوا. بالنسبه للناس ديال خنفره راهم كاينين عند مهدي في زنقه السينما، وبالنسبه للناس اللي خارج خنفره راه توصيل لجميع المدن فين ما كنتي. بالنسبه لهذه شوفوا كلها بالضفيره، بالصفيفه ديال الاميره، غزاله غزاله بالصم. هادو الثمن ديالهم 120 درهم. ها انتم البنات، وكاين واحد الموديل واحد اخر اللي كيحمق. هاد الموديل البنات اللي كيحمق، الناس اللي كيعجبهم الاصاله وداك الشيء ديال التقليدي 100% هي غادي يعجبهم هذا الموديل، لان فن. هذه البنات تشوفوها كبيره لحقاش هذه نمره 40. شوفوا كيفاش دايره، ومازال ان شاء الله غادي تدخل في البيض والكحل. فنه 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 كتحمق. شوفوا كيفاش دايره. هذه البنات الثمن ديالها 150 درهم، زوينه بزاف بزاف بزاف. ندوزو دابا للقنيدرات باش نوريكم كيفاش كيجيو. هادو البنات عندي في اللوينات بزاف بزاف، وان شاء الله كل مره غادي نحاول نحط لكم هكا لوينات باش هكا تختاروا. هادو كيف ما تشوفوا كيجيو هكا ستوندار تقريبا، وكيجيو هكا في صاله. شوفوا كيفاش دايره، هماويه في النين بهاد الخلاله هنايا، وكاينه حتى في الظهر. هانتوما شفتوا، واللون في نيون. غير هادو البنات راه ما كيجيوش طوال بزاف، يعني كيجيو هكا قصرين ديال تسخري بهم، ديال تسقبلي بهم ضيافك ديال صباح العيد. شفتوا فنين هذا، داك اللون نقولوا نقدر نقولوا له بحال داك البيستاج. غادي نحاول نصور لكم لوينات وحدين اخرين، جاك اللوك اخصي. شوفوا البنات، هاد الدريرات هادو كنت درتهم لكم العام الفايت. اش غنقول لكم، ساليت الدرور ديال خنيفره تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولكن راه كيجيو كيحمقوا، راه ماشي ضروري انك تكوني دايره دره، يعني راه كيمبهدله ولا راه تقدري تبغي تدخلي لكوزينتك تشقاي شقاك، عندك الضياف وهذا ما تبغيش، تبغي تجمعي هكا شعرك على حساب زعما الحداقه والتاويل، تبغي هكا شي دريره اللي تكون فنيونه، ما كاين ما احسن من هذا. شوفوا كيفاش دايرين، راه كيحمقوا. انا غادي نوريهم لكم هكا زعما عن قرب، هما كيتماشاو مع هاد البليغات هادو. هاد البليغات شوفوا راه كاينين في الالوان، كاين في الباج في الزراق في الخضر، راه كنت هما وريتهم لكم، غير كنعاود نوريكم هكا الجديد. هادشي تقليدي راه ما تيموتش، وكل ما قدام الموديل كل ما كيكون احسن احسن احسن. ها انتم
شوف فني فني هذه ما لبستهاش اختي لحقاش 7 انا كلبست 8 اللي بغى يجيب لي شي كادو كنضحك معاكم. المهم هكا ها نتوما والدريره غادي نوريها لكم عنقر. شوف ساهله في الشده ديالها هانت حتى داكشي ديال تواركا ديال الامازيغ ديال انا نوريكم. شوف شوف هانت شفتوا هذه راه مطويه على جوج راه كبيره. كان صادر الا سمعتوا شي صوت خدمه لا ماشين. المهم ندوش عليها غادي نحزمها هكا ساهله مهله او كتجي والله الا جات كتحمق شكر راسو يا اختي داز مننا. هانتي شوفي هانتي هادي اللي بغاها بوحديتها راها كاينه واللي بغاها مع البليغه حتى هي كاينه وكاينين في اللوينات البنات. ولكن النمر يا اختي راه ما تيموتش. عندك النمر وعندك اسبرو وعندك الكحل راه كيبقاو زعما على الموضه على طول صيف وشتاء وبرد وخريف يجوا مع السمره يجوا مع البيضه الطويله الرقيقه كلشي كلشي كلشي. شوفوا لي هذا الموديل حتى هو راه كنت درت لكم ولكن كان الثوب الكاليتي ديال الثوب تقطعك لان هذا الخيط المزيان مش داك الخيط المحرحر انت تلبسيه هو يجري وانت تجري. ها نتوما البنات غنحاول نوريكم عن قرب كيجي هكا كل في. ها نتوما البنات هادو راه كيتخدموا على يدينا ماشي زعما مشريين هكا ولا ماشي زعما دوك البيجامات اللي كيتباعوا واجدين. وطبعا الفصاله كتجي هكا ياك تقول لي مره دايرين الكتيفات واقفين ها الكتيفات واقفين البنات. ها نتوما كيجيو بالهدوب من هنا كلها جايه بالهدوب. ها نتوما راه كلها هديبات من الجناب كتجي طويله. انا لبستها مع ديك البليغه ها نتوما شفتوا فنه كتحمق ما شاء الله. والثوب كما كتشوفوا هذا راه خيط فنه 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 فنه. كنت درتهم لكم واحد المره بداك الجويه اللي بغى جويه راه كنديروا ليه واللي بغى غير بحال هكا شنقول لكم قفيطين ولا كسيوه ولا ديال الهمه والشان في نفس الوقت خفيفه وانيقه. هنا اختي هاد الموديل هي كسيوه حتى هذا الثوب ديال الخيط مفزقينو البنات على تقليدي مفزقها انا بيديا. المهم البنات شوفوا كيفاش كيجي هكا بالفريفيرات ستيل نقدر نقولوا ليه ستيل مودرن تركي مصري سميوه كيما بغيتو. المهم هو انه زوين ومصاوب في خنافره يا اختي ما كاين لا تركيا لا مصر. ها نتوما البنات جاي هكا كيجي هكا لحد في القد والفريفيرات كله بالفرافر داير كامل هكا بالفريفرات. وطبعا في الصيف كنلبسو كل ما هو تقليدي بليغات يعني داكشي ديال التراث ديالنا. هانتوما نتمنى انه يكون باين وواضح ياك تقولوا لي هذوك الناس اللي كيبقى يقول لك لا ما كديريش لينا كتيفات واقفين. هاني اختي براتكم كتيفات واقفين كل حاجه بحلاوتها جلابه بمخزنيه كسيوات هكا كتيفات واقفين يعني كل حاجه بقواعدها وبقوامها. هذا خيط البنات ولكن خيط اش نقول لكم خيط ديال بصح خيط فن كي جاكم زوين ياك زوين هاد الكسيوه. طبعا هادو اللي بغاهم كنخدموهم زعما على حسب العبار ديال كل وحده. غير هو واحد الملاحظه البنات وما ديروهاش مني قلت الصواب قلت لكم حتى في فيديوهات اخرى حاولت انني وجدت زعما الحمد لله وجدت موديلات وجدت بزاف ديال اللعيبات ولكن ما نقدرش نشد واحد الكميه كثيره ديال لي كوموند. راكم عارفين رمضان دابا ويلا الامانه والله البنات الا كنصيفط مؤخرا هاد السيمانه الفايته الا كاين اللي قلت لهم سيمانه عاد وصلت وماشي زعما قال هذاك غصب عني ماشي انا السبب ولكن كنضغط على الامانه ملي مشيت شكيت هذا قالوا لي راه نقصوا لهم ساعه ديال العمل والضغط بزاف الناس كيصيفطوا سلو والشبكيه وهادي نورمالمون كتوصل يومين ثلاث ايام كتكون عندك الامانه ديالك ولكن بعض المرات كيوقعوا شي ظروف وكنتمنى انكم تنتوما تعذروني. يلا كبيده هانتوما هنا في هذا الفيديو هذا راه بديت لكم من البليغات من 120 درهم من انتوما طالعين يعني اللي بغى شي حاجه مرحبا. ودابا جيت لكم بالزاز يا اختي ديال صباح العيد واحد القنيطره يا اختي يا اختي يا اختي اش غنقول لكم كتحمق. هذا البنات راه الفيغ او كاين عندي مغلوق ومفتوح ديالو كنعاود ناكد ونعاود نقولها ما عنديش كميه كثيره وما نقدرش ان نلبي الطلب ديال المغرب كامل يعني الكميه جد جد محدوده. غنوريكم في الصلطه هادو كيجيو طاي ستوندار. ها نتوما كيجيو بالفتيحه بقيت لكم بالدريره عجبتني شفتوا الناس كيفاش كتجي فنه كتحمقوا الثوب باش نقول لكم مفرفر مفرفر خفيف كريب خفيف. غادي نحاول نصور لكم شي جوج الوان وحدين اخرين باش هكا تلقاو فاش تخيروا. يلا خليكم معايا رجعوا البنات للقنيطرات ديال رمضان. كيف قلت لكم هادو ما جايينش طوال بزاف تقدري تشقاي بهم تستقبلي بهم ضيافك تطوري في دارك فنين. هاد اللون هذا
ما عرفتش شو سميتو. شوفوا اللي نقول لكم هو انه كيف ما كيبان في الكاميرا كيف ما هنايا، ما عرفتش بحال بين بالكاشيري مغلوق قهوي بارد كرونه المهم مخلط. هانتوما بالخلاله وبالخلاله منه. شوفوا انا راه ما حيدتش هاد الدريره، عجبتني ولدي كيقولي حيدي يا ماما. عجبتني صراحه فنيونه. حاجه واحده اخرى بالنسبه لي زاكسسوار البنات، راه دائما وابدا تنعاود نقولها لكم، كاين شي حوايج كيكونوا عندي ذهب وشي حوايج كيكونوا عندي ديال بلاكيور. بالنسبه لبحال هاد السطوار هذا ديال بلاكيور البنات، راه دائما كناخذهم عند خالد عطور ومجوهرات اسطنبول اللي كاين في زنقه وجده. حتى هاد الحلقات راه ديما كنشارك معكم. سمحوا لي لان هادو هما الاسئله اللي كيجوني بزاف في الواتساب، باش هكا نتفادو نخليو الواتساب نمره الواتساب لي كوموند ديال جليبات وكنيدرات. وهاد هاد المويكينه هادي راني كنت خديتها من اوريفلام، كنت ربحتها. نتوما الا بغيتو تربحو ولا بغيتو تخدمو هكا على راسكم، نوضو البنات تخدمو على راسكم، راه ما تبقاوش غير جالسين تتسناو الوحي والشتا تنزل عليكم بالفلوس. الوقت صعابت والوقت تزيرات وكلشي ولا غالي، ما فيها باس. واخا تكوني مزوجه واخا تكوني بدارك وبوليداتك، نوضي تعاوني مع راجلك على الزمان. راه ما كيعنيش ان راجلك مخصك ولا ما عندك ولا هذاك راه ماشي راجل ولا لا، وانما الوقت بغات اننا نخدمو، خصوصا ان حنا العيالات عندنا متطلبات كثيره بزاف ماشي بحال الرجال. والله كنبغيو كلشي 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 كنبغيو، بغينا الريحه، بغينا ليكرون، بغينا اللباس، بغينا الجلال، بغينا القفاط، بغينا البيجامات، بغينا الفتويات، بغينا السدادر، بغينا الطلانط، ما كنقنعوش. شحال قد الدرجه هذا ما يعطي. داكشي علاش كنقول لكم دائما وابدا نوضو تخدمو على راسكم، ما فيها باس. كتعرفي تعجني نوضي تعجني، ودفعي الملحانه، وديري مخبازه، ديري خياطه، نوضي خيطي، يعني اي حرفه عندك في يدك. هذه غير جبتها الفرصه في اوريفلام، وحتى اللي بغى يخدم معنا في اوريفلام معايا انا شخصيا مرحبا بكم. هو نفس الرقم ديال الواتساب اللي كنخلي لكم ديال جليبات، غتدخلوا غندوزكم مباشره للجروب. المهم البنات غندير لكم شي نهار فيديو خاص على اوريفلام وعلى الارباح اللي فيه. شوفوا البنات تيقوني، لو كان ما كانش فيه ناس كيصوروا ماندات صحيحه صحيحه صحيحه، ما كانش هذا الكم الهائل ديال الكومونتير ولي فيديو والجروبات وكلشي كيهضروا عليه. تيقوني ان مستحيل غادي يكون هذا الشيء كامل. انا ما غاديش نكذب عليكم وغادي نقول لكم بانني انا من ضابطه في اوريفلام وخدامه فيه. الا قلت لكم هاد الهضره غتسمى كذابه، علاش؟ انا غير حقاش ميمكنش خصني نقسم راسي، انا دايها بزاف في الخياطه وهادشي وهادشي، ولكن كاينين الناس اللي فعلا وصلوا لمناصب عاليه اللي زعما مع كل احتراماتي موظفات واساتذه وهذا، وما وصلوش لذاك السالير اللي كيوصلوا ليه في اوريفلام. اي في الاول كتقول ايوا صافي ندوز انا كوموند، ولات ميثود واحده اخرى ولا سيستيم واحد اخر، ما بقاش داكشي. المهم طولت عليكم في الهضره، غادي ندوز دابا لشي موديل واحد اخر. يلاه خليكم معايا. شوفوا لي البنات هاد الموف، صورتها لكم قبيله في الفيغ او، وعاود صورتها لكم في هاد الموف. هادي كنادره ديال العيد، تلبسيها بكل ثقه في النفس، زوينه فنه محترمه، تلبسها الغليظه ضعيفه كلشي لبسها زوينه بزاف. هادو الثمن ديالهم 350 درهم، كنديروا توصيل لجميع المدن. شي بياسات اللي ما قلت لكم الثمن ديالهم غادي نحاول نقولها لكم في المونتاج. شنو بغيت نقول لكم، يعني اثمن هادي اغلى وحده هي ديال 350 درهم يمكن. المهم انا غنشوف، انا نحاول ندير المونتاج باش هكا ما نغلط في حتى شي حاجه. كيبقاو هادو اللي ما لبست لكمش، هاد البليغات هادو كيف قلت لكم هادي راه باينين، وهادو النمره ديالهم 37، ولكن راه عندي النماري كاملين. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وخديتوا افكار، وراه مازال البنات حويجات فني ان شاء الله. غادي نحاول نصور لكم الفيديو غدا، باش كل نهار غدا ننزل لكم فيديو. ما تنساونيش من لي لايك ولي كومونتير الزوينه ديالكم. يلا تهلاو فراسكم، حتى الفيديو الجاي. باي باي.